تفتكرش في اي لحظه في المباراه دي الاهلي ممكن يخسر المباراه؟ لا انا كنت قلقان ان اداء الزمالك كان احسن، بس ده روح الاهلي على طول. الاهلي معروف ان هو بيرجع في اي مباراه. الحمد لله في كوره في مصر. طبعا الجون بتاع شيكابالا ده حاجه جميله جدا، الجون بتاع قفش حاجه جميله جدا، فعلا فعلا حاجه تشرف. ثلاث مرات نوصل، ثلاث مرات، الثالثه ما ينفعش نسيبوها. مرتين نتظلموا تحكيم ولازم بنوصل، بنعملوا اللي علينا. ربنا مش هيضيع تعبنا ابدا، ربنا مش هيضيع تعبنا ابدا. ده مجهود. الحمد لله على المكسب، الحمد لله على المكسب. الاهلي كان جميل والحمد لله، هي شويه تعليقات بس صغيره، بس الحمد لله. رايك كيف اداء الاهلي؟ اداء كان كويس جدا جدا، وكنت فرحانه جدا جدا، والاهلي دايما على طول بيكسب. كان في الاول اول الجون بطا شويه، بس في الاخر ابهرنا يعني. بس الشوط الثاني الاهلي رجع بروح الفانيله الحمراء. انا بعد الفوز دوت لجماهيرنا الاهلي والمؤمن زكريا والمجلس الاداره محمود الخطيب، الاهلي النهارده لعب بروح الفانيله الحمراء. شفت المباراه ازاي؟ الاهلي بصراحه كان مستواه ما كانش قوي جدا، بس مبروك طبعا الفوز، واحنا دايما الاول على طول تمام، وبنقول هارد راك لنادي الزمالك، لعبوا وعملوا ماتش كويس جدا، والف مبروك تاني للاهلي وجماهير الاهلي. طبعا قفشه اول واحد يعني نجم المباراه والجون العالمي اللي هو جابه، وطبعا انا يعني الحمد لله على النتيجه اخيرا، يعني كسرنا الثمانيه دي وجبنا التاسعه، فده يعني اهم، ده كان اهم حلم لينا. بنتكلم بنقول مبروك للكرة المصرية، صعود نادي من مصر لكأس العالم للأندية، تمام؟ دي في حد ذاتها تشريف للكرة المصرية. طبعا قفش هو في غيره، والحمد لله على التاسعة، وإن شاء الله اللي جاي كله خير. الشناوي أسد مصر الأول. الحمد لله التغييرات عملت فرق معانا، الحمد لله. ومحمد هاني اللي بعتبره نجم الماتش، كان مغطي جبل يومنا لوحده. هم خدوا الكاس وفرحونا، وفرحوا كل شبابنا وإخواتنا طبعا، وفرحوا طبعا بابايا، وفرحوا كل اللي معايا في البيت طبعا. استاذ حضرتك رسالتك ايه؟ انا رسالتي اني طبعا ما فيش التعصب خالص، يعني احنا كنا قاعدين اهلي وقاعد جنبنا زمالك وكل حاجه. ولما جه الاهلي كلنا هيصنا، ولما جه الزمالك كلنا برضو هيصنا، وبعدين بقى كمالها الاهلي بقى ان هو جاب جون، فبقت النتيجه 2-1، وبقينا كلنا يعني حبايب مع بعض. بقول الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الاهلي، وفعلا انا مبسوط جدا ان المبادره بتاع لا للتعصب. فعلا المفروض ان دي رياضه، والرياضه اساسا اخلاق، وده دور الميديا ان لازم يبقى يحسوا الجماهير على ان هم ما يتعصبوش، لان دي في الاول وفي الاخر رياضه. الفائز بنقول له الف مبروك، والخسران بنقول له هارد لك. ماتش يليق باسم مصر، ماتش في النهائي، شرف لمصر ان يبقى فريقين من مصر بصراحه. ومبروك للاهلي وهارد لك للزمالك، والفائز هو مصر بصراحه. الزمالك كان لعب مباراه هائله وكان احسن من الاهلي، بس يعني توفيق، حظ التوفيق. البطوله دي بنقدمها لمؤمن زكريا عشان هو خاطر برضه ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامه. مباراه بسم الله ما شاء الله، الرجاله لعبوا بروح، روح قتاليه بسم الله ما شاء الله. لعبنا الزمالك لعبت هارد لك للزمالك، بس المهم ان احنا كسبنا. افضل لاعب طبعا كابتن مجدي قفشه وعلي معلول، هم الاثنين اللي كانوا بيلعبوا، والحمد لله اللعيبه كلها رجاله.